كما نشكر أيضا نادي دبي لسباقات الهجن على هذا الدعم وعلى غامة هذه الشور، دعما لملاك هذه الأصالة هنا في أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب. نشكر اللجان المنظمة لهذه التحديات ولهذه السباقات. نسير وننطلق مع سابع أشواط هذا اليوم المخصص بالإبكار، نسير إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول الدكتورة سالم بن فايل بن خريبيش العويسي الذي يتقدم على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما بشاير اللي غيرت إلى الصدارة الأولى وتنتقل بشعار محمد بن غنام بن محسن الرزق اليامي اللي غير على الصدارة، بينما المركز أيضا الثاني اللي تتقدم هنا هند لحمد بن عبيد بن خلفان الشامسي، بينما المركز الثالث تأتينا هناك الدماني لسلطان بن سعيد بن راشد الخاطري، بينما المركز الرابع شوف يلي بشوف وتابع يلي بتابع هذه اللحظات الجميلة، هذه هي حشمة، حشمة لسالم بن فايل بن خريبيش العويسي، هكذا هي الأسماء المتميزة والعملاقة، ولكن العودة، العودة إلى الصدارة، هند على الصدارة، اسم متميز هنا يقدم لنا الشامسي. الله 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 الله، شو هذا السر يا شامسي؟ شو هذه النجومية اللي تطلعها في هذا اليوم اللي تزين بها أرضية هذا الميدان من خلال هذه الانطلاقات؟ هذه هي هند على الصدارة، حمد بن عبيد بن خلفان الشامسي السوبر هاتريك، والنقطة الثالثة يضيف في هذا الصباح المركز الثاني أتت في بشاير لمحمد بن غنام بن محسن الرزق اليامي، والمركز الثالث، المركز الثالث هنا الزريفة اللي أتت لنايع بن سالم بن سيف بشاوي القفلي من احتل المركز الثالث. هكذا نتيجتنا وندائنا للثلاث المراكز الأولى، التوقيت الزمني الذي تدون 2:17:32 من الثانية، فتهانينا والناموس لمالك هند التي قدمت هذه النهاية السعيدة لتضيف النقطة الثالثة والسوبر هاتريك لهذا الشعار، فتهانينا لحمد بن عبيد بن خلفان الشامسي على هذه المشاركة وعلى امتلاك هذه النجومية الفاخرة التي تنتزع هذه الأشواط وتدون اسمها بحروف من ذهب مع هذه الفئة العمرية مع سن الفيتامين، تهانينا والناموس على هذا الفوز.